شاركت مع النادي الأهلي الموسم ده في كأس العالم للأندية، كلمني عن التجربة دي. دي ممكن يكون احلى حاجه حصلت السنه دي، يمكن سنه 2020 21 كده التتل من بتاعت ظروف الكورونا، طبعا ربنا يرفع علينا البلاء والوباء. من يعني كانت الدنيا كانت صعبه قوي، بس انا شايفها في ناس كتير خدتها بالايجاب وفي ناس تانية خدتها بالسلب. كل اللي خدها بالايجاب هو المستفيد، وخصوصا احنا كظروف النادي الاهلي يمكن ظروف الكورونا دي الاول قعدنا فتره مش موجودين وما بينجيش تمرين وحصل كده في العالم كله، بس بساعات ما رجعنا تحس ان انت قربت من بعض اكتر. يمكن هي كانت سبب في ان احنا ناخد في افريقيا، يمكن هي سبب في حاجات كتير جدا ان انت قربت من بعض جامد، يعني كلاعيبه قربنا من بعض جدا وفرقت معانا ان انت توصل في الاخر للستيج زي كاس العالم كده. دي حاجه كبيره جدا، وانا بقول لك دي احسن تجربه ليا من ساعه ما طلعت. طبعا ان انت بتشوف ناس زي اللي لعبنا قدامهم وتشوف التنظيم عامل ازاي والاستضافه من قطر كانت عامله ازاي والناس بتبص لك ازاي وجمهور الاهلي هناك كان عامل ازاي، فكل الحاجات دي لا طبعا تجربه انا بتمنى ان شاء الله تتكرر تاني السنه ان شاء الله.